والله ترتيب. خل ها ادخل. والله اقسم بالله اهنيك. الله ترتيب ابو خير. سكر الباب يا ابو ريالتي. هنا نسوي يا اخوي لما نسوي دفا هنا يا اخوي تدفن عين ربنا خير. وش ذا يا ولد؟ يا سلام عليك ابو خير. جو اقسم بالله صح ولا حد يدري عنك وماخذ راحتك وفالها. ابي يا ولد اتحداك تشك لو 1% احنا في قريه تدر صيدك. والله ما في امل اصلا اللي يشاهدنا يحسبون ما لنا في قريه لا 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 تبي الجد اقسم بالله جونا جو هاي هاي صح. انت في رصيدك 17 مليون، انت في رصيدك 32 مليار، انا في رصيدي ريالين. بس جاي اسمع جاي اضبطكم. يا سلام عليك اضبطكم. 32 مليون 17 مليون صح؟ على فكره شفت اصحاب الارقام الواجد الارقام الواجد تلقى اللي يضبطه. شوف اللي طبقه صح. شوف اللي طاح. يقول كذا يقول كذا. 32 مليون. محمد لا لا فلوس. محسن 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 خليك خليك. لا لا محمد محمد والله ما تسوي شيء غلط والله. لا انا مساكين انا انتو احنا فلوس. وانا دخل عليكم في بيت في محل انتو عندكم اجتماع فلوس اصلا. ايه عندنا اجتماع دراهم. فهذا ايش الوضع هذا اللي هذا هذه الطاوله اللي من تحت الطاوله تجلس عليها عرفت؟ هلا والله. سلام محمد محمد خليك هنا محمد بنت خير ونعم سلام ما تخلي حياك طبعا تشرفني يا ابوي. عيد عيد اخبار محسن عرفت كيف؟ زين عيد عيد وش يسوي والله عجبتني سلام سلام هلا والله عرفت؟ فاقول لك اتك الله خلاص خلاص استغفر الله استغفر الله اقعد يا ابوي اجلس 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 هنا انتبر انتبر هنا في القعده اقعد يا ابوي انتبر اقول ولا كلمه ولا كلمه ما ولا كلمه ما يستعطفني ابدا على فكره ابدا كمل فهمت ال 26 بقره لعن الله اللي قلنا بنبيعها ذاك اليوم على ما قلت بيع البقره يا بقره ما خير طيب احنا شو نسوي يوم كذا اي كمل فاقول لك ال 26 بقره فيها السود في واحدة ذيك المكس السوداء مع البيضة ايه اللي تطلع حليب طبعا بقرة اجي شو تطلع كاركة تراني احنا ما نعرف في البقر خلنا يا بقرة احنا نعرف شي ثاني ابغى غير الضحكة طبعا ايه صحيح دقيقة دقيقة خل خلص اجتماعنا عاد دقيقة يا ابني يشين الناس اللي تدور المصالح شايف كيف عذب الله اي والله عموما تقدر تجي تسلم علينا مرة ثانية مرة ثانية وثالثة عادي عرفت كيف فاقول لك لا تطول مع يدي عرفت كيف بس لا سلم انا بس بسولف اسولف مع الرجال العب ما ادري انا تربيني الحمار لا تربيني الحمار مرحبا حياك الله اصلا مرحبا حياك الله عطني ضابط اسلم ايوه اقعد ما طبقتها تعال خذ دوري يلا خذ دوري يا اخوي انت حالتك حالك بدراهم ها مسكين انا كم في رصيدي؟ انت فيه 37000 دولار مليار سجل الرقم ذا لا تنسى انا بسالك عنه بعد شوي في البرايم ايوه كمل طيب انت تشوف نفسك على الفقير ما تشوف نفسك علينا انا ما طيب. انا مثل ما وضحت لك احنا متفقين احنا ندخل في شراكه المشروع هذا كلنا مع بعض اي البرج اللي في دبي البرج اللي في دبي ايه اللي شارع الشيخ زايد ما انا ما اشوف انه في شارع الشيخ زايد اه. انا اشوف ان احنا سوينا مخطط جديد في دبي وين مكانه بالضبط؟ بعد الشارقه على اليمين خلني ادق الجرس دق فتحت الباب خلني عشان تفتح الباب هو يمكن نفسه حتى وانت فقير السلام عليك طحول نسيت نسيت السلام يلا 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 الباب ما في باب كسر الكتلاب يلا 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 لا دق الباب دق الباب ما بدك الباب ما خفت لا 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 لازم دق الباب دق الباب والله ما اطعك والله ما اطعك والله ما اطعك يلا في لا عطل ما افتح ادخل يلا لا ما تستاذن معه خلاص طب افتح بس تعال هلا في اجتماع ايه يلا 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 ايه تقول اللي في شيخ زايد ولا اللي وين؟ لا نبي نشوفه بعد ما تعدى الشارقه ايه قبل العيريه
الباب هذا اصلي يا حبيبي ما فيه طبيط ولا صوت. هذه صادق فيها انا ما لي شغل. الباب صوت غلط. لا ادري راجع حتى واجه فقران بابهم على صوت كل شيء فيها صوت. ايوه ركبه فيها قبل 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 دبي بلف عيريه مدخل عليكم والله مدخل رفع فيوز زين على اليسار مجمع الراشد ايه فاهم المخطط عارف المخطط هذا فاهم المخطط هذا فهمت ايه فهمت ما اللي يسمح لهم يدخلون عندنا في البيت من هو ذا يا حرس مساك الله بالخير طال عمرك هلا كيف الحال هلا شلونك هلا والله يدك ادفى منها ما في هلا بالدفى بالدفى ايه السلام عليكم هلا حياك الله انا ابيها فلوس يا حرس اصحى على طول لا يا حرس حرس مين ايش موضوعك الله يحييك انا والله العظيم اني انا بقول لك تفضل احنا البسطاء دائما ما نبغى نجي عند اصحاب الفلوس لكن اذا كان فيه حاجه تهدك ما تجي عند اصحاب يعني متمنن علينا انك داخل علينا لا يشهد الله بس بفهمكم فكره اي تفضل ما يحدك على المر طيب ممكن تنجز تنتبر ممكن تنتبر نخلص موضوعنا اللي اهم منها ايش حالتك طب طب سمسم. انتبر سمسم. ايه استريح استريح اقول انثبر انثبر طرتني فكره ربك جالسينك في كنبه قيمتها اعلى من قيمتك اجلس كم واصل انت في السوق اجلس اقل من المخده الصغيره خلي الكنبه مخده صغيره ما مخده صغيره بس بقول لك شيء طال عمرك اقول انثبر اقسم بالله ارفع اسمعني فورا بس طال عمرك فاهمني استريح الله يحييك بقول لك شيء بس تكفى والله العظيم اني انا احبكم لانكم انتم تعطون الناس اللي لا تحبنا عشان فلوسنا صح لا تفهمني غلط انتم اعطاكم الله ترى جتنا اشكال هذه اللي من زمان جتنا اشكال اقعد الله يحييك اجلس اجلس خلينا نشوف موضوعك بعدين عندنا اهم احنا ارحمهم في الارض اقول انثبر ابو ناصر طرت لي فكرة يوم شفت المنتف ذا المسكين طرت لي فكرة ايش هي؟ نستفيد منه ايش يستفيد منه؟ هذا يستفيد ما منه ما تدري انت ما تدري نستفيد منه خيرنا بصوتي ايه ما نستفيد منه الاشكال ذي نستفيد منها يمكن عنده فكرة يمكن عنده ترى المنتفين وهم فلسين اذكياء اي يطلعون افكار عشان الفلوس بس افكارهم تكون عاديه جدا مو بنفس افكارنا احنا حق بروج حق حركات تهقى يعني هذا لو بعطيه فكره بيقول افتح سوق قبل سوق قبل كيف القطه حلو حلو الله يحييك على فكره اضحك نعطيك لك شيك على الضحكة شو قول بلي يجيب فلوس ترى طال عمرك وبيع الابل تراها مهنة شريفة وتجيب دراهم ما قلنا شيء ما قلنا شيء شو تسوي يعني انثبر 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 ما قلنا لك تكلم انثبر يضع سره في اضعف خلقه سبحان الله ذا الصغير ذا الله يعطيه قوة ما اعطاها اي ما قلت انت ايش قلت؟ اي بيقول نفتح سوق ابل ولا ما عنده وش فيه سوق ابل؟ وش فيه سوق ابل؟ ما في شيء تبي تحشرني لا بمال ما لا ما انحشر يا رقم ما انحشر دلوني دلك والله لا ادلك هنا اقسم بالله لا ادلك انا اعلمك كيف